يلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شباب شلونكم ان شاء الله تعالى بخير آه طبعا فقط آه توضيح المنزمه اللي طبعا الامانه حتى نكون يعني بدايه حتى نكون مثلا صادقين شوي الملزمه مكثفه ومنزمة تحتوي على هواي معلومات انا راح احاول اقسمها آه جزئين وحاول تقراها بهذا التقسيم مثلا اذا عندك مثلا وقت او كذا حاول تسويها قسمين لان حتى تقدر انه تقراها وتكون يعني بكامل مثلا قوتك من تقرا الجزء الثاني يعني لا تقراها يعني سوى فاني طبعا من البدايه حاولت يعني هو حسب الدكتور قال انت حاول مثلا تقراه وتطلع الامور اللي تشوفها فاني حاولت اطلع لك فتشي وسويتها بخط بولد يعني سويت مثلا خط تكون يعني ثخين على مود هذني ما تريد مثلا تراجع او تقرا هذني تذكرهن وانا راح احاول اوضح اللي بيها وما الامانه ما اقتطعت من عندها شيء وما هذا على كل المعلومات تبقى اخاف يجي سؤال من هنا ومن انه انت تكون يعني متجهز فاول شيء أنا اذا اريد اوضح لك انه حتى فد انطيك فد شيء مختصر انه تعرف هذا هو مقهى نقول مقطع بال اللي هو الجلومرس او اللي هو النفرون اللي يصير بالفلترة مال الكليه هذا الافرنت ارتريول هذا اللي يدخل من عنده الدم وهذا عند من يخرج من عنده هنا نصر الفلتره هذا اذا تذكرون البروكسيمال شو اسمه <أنت> كونفليوتد تيوبيول اللي راح يصير بها ري ابزوربشن الهاي المواد يعني لازم يصير بيها ري ابزوربشن وما تخرج باليورين مثل الجلوكوز والامينو اسيد والفوسفيت وهذني المينرالز او الالكترولايت على مدنا نفقدهن وهاي اللوب اوف هنلي اللي هي المسؤوله عن شسمه آه عن الكونسرف خلينا نقول الووتر كونفرسيشن او الكونسرفيشن عفوا مال الووتر يعني تسوي لي ابزوربشن تسوي لي كونسنتريت اليور هاي معلومات انه الك يعني زين هاي اللوب اوف هنلي هذا طبعا بيها الاسندنج والديسندنج بارت مالتها وهذا هو الدستال كونفليوتد توبيول وهذا هو شو اسمه الكولكتين دكت يقسموها كورتيكال لان هي بالكورتكس مال الـ مال الكدني والجوه اللي تكون الجوه اللي تكون يسموها اللي هي المدولري كولكتين دكت هاي الكولكتين دكت اكو عليها هرمون اللي هو الاي دي اتش اللي هو الانتي دايركتك هرمون يشتغل عليها الحاصل انه هنا راح يصير ريابسوربشن من الالكترولايت فهاي هاي الك يعني فهنا شدي شم... اقول لك؟ دي اقول لك انه الفلتريشن هسه صح من تتعجب الارقام هاي 180 لتر و26 الف ملي مول او كنا نقول 125 ملي كل منت هذا فلتريشن هذا مو راح يخرج باليون لا يعني راح يصير ري ابزوربشن فيقول لك اللي يخرج تقريبا 1 لتر اوف ووتر يعني من 60 الى 180 ملي مول اوف سوديوم بير دي اخاف المعلومه اذا اثريتها يعني اول الكترولايت او اول خلينا نقول من رائع يعني الكترولايت اللي راح نبدا به هو الصوديوم طبعا تعرف الصوديوم از ذا موست abundant شوف هاي الموست مسوي لك بولد ذا موست abundant كات ايون ان ذا بودي اند جنرالي فاوند ان ذا اكسترا سيلولر كومبارتمنت تذكرون كنا نقول الصوديوم يكون برا وبعدين يدخل الخليه اذا هو بالاساس هو بالاكسترا سيلولر كومبارتمنت او بالاكسترا fluid. فلويد يعني مثل البلاد مثل interstitial فلويد الحاصل بس يقول لك with exception of the blood cells يعني the blood cells اللي هو which have a high intracellular sodium concentration اعتقد على مود تحافظ على المي اللي بيها انه ما يصير بي excretion او تحافظ على الأوزموسس الحاصل يقول لك sodium is critical for osmoregulation طبعا هو يعني تعرف انه هذه المواد تكون على مود osmoregulation ولذلك اظن اذا قل مثلا كذا يعني صعد الضغط قل الضغط الى اخره osmoregulation and nerve function لل تعرف الوظيفه العصبيه تعرف انه بالصوديوم ندخل يدخل الخلية يسوي والمسل فانكشن يعني هم اضافه لهذا الديبولرايزيشن يصير بالكونتراكشن مال المسل يقول لك الابزوربشن اوف صوديوم اكر ثرو الجيجينوم والاليوم حلو مال السمول انتستين واكسكريتد ثرو سوات واليورن نعرف ان الصوديوم يصير باكسكريشن عن طريق السوات واليورن زين ديسبايت ماني فود بينج هاي ان صوديوم اند دايتري فاريشن ان سولت اند ووتر انتيك بلازما صوديوم كونسنتريشن فاينل تند او تند وذين a small range من 135 إلى 145 مللي مول يعني هاي بيقول لك يعني انه صح مثلا ممكن اذا تاكل صوديوم الى هاي إلا اخره ولكن هسه اللي اخذنا الصوديوم هو الموست ابندنت كات ايون بالجسم حلو يكون اكسترا سيلر عدل بلس والوظائف مالت الاوزمو ريجليشن بالنرف والمسل فانكشن اذا ابزوربشن مثلا تريد تحفظه بالجيجنوم والاليوم والاكسكريشن مالت بالسويت واليورم النورمال خلينا نقول البلازما صوديوم ليفل هو من 135 بسوي يعني بغير لون من 135 الى 145 ملي لكل لتر بس هاي حتى تعرفها لكل لتر زين هنا أنا راح يحكي لك على فد وظائف مثلا الهرمون اللي هو الاي دي اتش وشلون الالدستيرون ممكن يشتغل على مود يسوي ريجوليشن للصوديوم زين healthy kidney maintain a constant sodium level by adjusting the amount of sodium excreted in the urine طبعا يعني ايش قدر راح يصير بي excretion the disorder of sodium metabolism are generally only seen in patients whose kidney function is impaired يعني اللي عنده مثلا renal failure او اللي ما يقدر يطلع الدستيرون يعني هذا مو يعني بالكدني ولكن مثلا عنده renal failure The kidney help maintain sodium balance balance upon by stimulating adrenal gland. تنتبه عليه. To secrete aldosterone.

which is produced by the pituitary gland ADH اللي هو اختصار للantidiuretic hormone uh, causes the kidney to conserve uh, to conserve fluid and increase the blood volume helping to regulate the body's uh, retention of water when ADH is produced concentrated concentrated urine is produced by water reabsorption across the renal collecting duct زين اول شيء الستيرون يسمح لي احافظ على الصوديوم دي ال اتش اللي هو الانتي من اسمه انتي هرمون يعني ما يخليه يسوي خلينا نقول يورينيشن ليش؟ لان من يشوف مثلا البلاد مالتك او خلينا نقول الصوديوم مثلا او خلينا نقول يعني بالنسبه لان نحكي على البلاد من نقول البلاد مالته قليل فاني احتاج هذا المي ما اريده يطلع باليورين فهذا دي ADH راح يشتغل على الكولكتنج دكت اللي شفته قبل شويه ويسوي ري ابزوربشن للووتر فهاي وحتى مثلا إذا الصوديوم كان عندك عالي فأنا شو أسوي؟ أريد أخفف هذا الصوديوم بالبلد، إيش أحتاج؟ راح أحتاج الـ ADH، فهسه أنت عرفت الفانكشنال والاي والـ ADH بخصوص مثلا خلينا نقول الصوديوم، تمام؟ تمام، وهاي يقول لك Concentrate طبعاً ليه أنت راح تاخذ مي من اليورين فيصير كونسنتريشن بي، طبيعي. زين اوردر of sodium balance are common clinical manifestations seen in hospitalized patients and in the elderly. حلو يقول لك يعني شوفها بال hospitalized patient وبكبار السن in mild cases sodium disorder generally are symptomless ما ما سوي أعراض but in extreme cases can lead to morbidity إذا كان يعني extreme ممكن تؤدي للوفاة most cases of sodium balance disorder are uh, iatrogenic iatrogenic يعني هي تجي من الأدوية أو من التريتمنت يعني خلينا نقول المنشأ مالته هو من التريتمنت يعني يقول لك meaning that are unav uh, unavoided أو in certain medical treatment مثلا مثال عليها anti-diuretic مداد داروتك مثلا يسوي صوديوم اكسكريشن هذا اياتروجينيك يعني هو سوى مثلا هايبونتريميا هايبونتريميا معناها قله الصوديوم بالدم فيقول لك ديز اوردر اوف صوديوم بالانس اللي عندنا شغلتين هايبونتريميا <نصف> والهايبرناتريميا <نصف> نتريميا معناه صوديوم فهي حتى يعني شيء are most common electrolyte disturbance seen in hospitalized patient and clinical medicine and are discussed below فقط انه يعني هاي اهم حسب اجتهادي يعني هذا حتى ليش انه اقول لك انا قاعد اشرح لك المنظمه كلها ولكن انه اقول لك ركز على امور يعني مثلا تعرف إياتروجينك من هذا عندك تعرف الهايبرنتريم والهايبرنتريم وهسه ناخذها بالتفصيل اول ديس اللي هو يخص الصوديوم اللي هو الهايبرنتريم من اسمها هايبرنتريم يعني قله بمن قلة بالصوديوم وين بالإيميا بالدم يعني فيقول لك هايبوناتريميا تعريف الطبيعي it's an electrolyte disorder that is defined as decrease in the serum sodium concentration احنا شقد قلنا النورمال أو جوة 135 إلى 145 جوا 135 هايبوناتريميا فوق ال 145 هايبوناتريميا هاي أساسي يعني هاي انت يمك يعني اذا اجي سؤال عليها انت اصلا يمك فيقول لك هايبوناتريميا can be associated with low normal or high osmotic pressure the three types of hyponatremia are hypotonic hypertonic and isotonic يقول لك الهايبونتريميا ممكن هذا الاوزموتيك بريشر يعني شنو osmotic بريشر يعني البلد يكون في شيء مثلا ايزو ايزوتونيسيتي يعني لا ما يطلع من السيال ولا ما يدخل بالسيال فهاي الايزوتونيسيتي تكون محافظ عليه يقول لك عندنا ثلاثة انواع من الهايبونتريميا يعني يقل الصوديوم بالدم اما يرافقها هايبرتونيك يعني الدم يكون الاوزموز او الاوزموتيك يعني البراشر ما عالي يعني ممكن مثلا يدخل يعني المي عفوا يخرج من شو اسمه من السير يعني هو من التراكيز الاقل للتركيز الاعلى المي يعني يطلع فممكن يسوي مثلا خلينا نقول شرنكج بالسير او ممكن يكون ايزوتونيك يعني عادي او ممكن يكون هايبوتونيك فالهايبرتونيك هايبونتريميا لازم اكو مواد بالدم هي تسوي يعني هايبرتونيك اللي هي هنا شو يقول لك is caused by osmotically active uh, uh, particle in the extracellular fluid which is result in the shift of the water from the intracellular to the extracellular fluid that occur with the glucose and is associated with hyperglycemia causing the dehydration of cell يقولك اول نوع من الـ الها من الهايبرناتريميا يكون بيها هايبرتونيك فانت من تسمع هايبرتونيك يعني اكو مولكيول خلينا نقول اكبر من الصوديوم من هاي المولكيول جلوكوز بحالات الهايبر حالات السكري مثلا او عنده يعني زياده بالجلوكوز بالدم فيسوي شيفتنج للووتر تعرف يعني يعني المي يخرج من الميديا يكون تركيزه اقل الميديا يكون تركيزه اكثر على مود يعادل هذا الاوزموتيك بريشر ايزوتونيك هايبوناتريميا او يسموها السيدو هايبر it is caused by high lipid and protein. من يكون يقولون لبد وبروتين بالدم يكون هاي يعني الليفل مالته هاي راح يسوي شلون يسوي مثل خلينا نقول اظن shifting او يقلل مستوى الصوديوم. فهو عنده صوديوم طبيعي بس يسموه سيدو. السيدو معناه كاذب. حتى تعرف يعني يسوي له التحليل هو عنده يقول لك هذا هاي هو لا مابي بس عنده الليبيد والبروتين بالسيرم عالي. الهايبوتونيك هايبوناتريميا اللي هاي لازم نفصل بيها لان هذا راح يقل الضغط الاوزموس لا خلينا نقول هنا اكو صدق مثلا هايبوناتريميا كان بي كلاسيفايد اكوردنج تو ذا فوليوم هنا نسوي بيها كلاسيفيكيشن حسب المي لان قلت لك المي يلعب دور مهم يعني اذا مي مثلا قل والصوديوم بعده او زاد طبعا راح هايبر عفوا هايبرناتريميا هاي اذا مثلا المي زاد والصوديوم بعده نفس الشيء هذا راح يسوي تخفيف طبعا يصير عنده هايبوناتريميا فيقول لك ممكن هايبر فوليميك او عفوا هايبو فوليميك يعني الماي راح يقل هايبر فوليميك لا الماي راح يزيد اند يو فوليميك الماي خلينا نقول الفوليوم مال الماي يكون يعني يو خلينا نقول يعني حقيقي او اليو معناها يعني تقريبا متساوي وهسا ناخذهم بالتفصيل فيقول لك انكريس ان ذا هاي نفس الشيء هذا اللي بس اللي يريد يحكي من التوريستي مال البلاد يعني خلينا نقول تراكيز المواد بها عالي مثلا صوديوم او كذا لازم يتحفز عندنا مثلا شنو الثيرست سنتر والاي دي اتش ليش الاي دي اتش راح يسوي لي ابزوربشن اوف ووتر على مود يخفف هذا الدم اللي تركيزه يكون عالي والاي دي اتش نفس الشيء يحفز الثيرست الثيرست اللي هو خلينا نقول العطش على مود تشرب مي هوايه على مود تخفف خلينا نقول ماتك الدم فهنا هذا تقريبا حتى يسوي دايريزز موست كيسز اوف هايبرونتريميا ار ريزولت تو فروم ديكريز ان ذا يورين اوت بوت اوف ذا كيدنيز يعني يقول لك معظم حالات الهايبرونتريميا لان ما يصير اكو او ما يصير اكسكريشن او عفوا ديكريز ان يورين اوت بوت اي موست كيسز اوف هايبرونتريميا ار ريزولت اوف ا ديكريز ان ذا يورين اوت بوت اوف ذا كيدني اظن اقصد هنا المي مول صوديوم عفوا يورين اوت بوت من المي لانه يعني هو الصوديوم اذا طلع هذا لا المي يقصد، فالمي يبقى شنو محبوس. هسه نجي نحكي نح انه ليش راح يصير حبس بالمي؟ قلت لك الملزمة يعني معلومات شوية مش شعر، فأول نوع يكون هايبر فوليميك هايبرنتري، انديكي ذات، increase بالتوتال total body sodium and water content. زين، بالتوتال total body هو أظن، يعني ها، هنا العفو، إي صح، أنت راح تتعجب إنه ليش increase بالتوتال total body sodium؟ ليش؟ لأن المي هم راح يزيد وياه. زين يقول لك هنا الصوديوم والماء راح يزيدن بس نسبة الماء راح يزيد أكثر من الصوديوم وير ان ذا از جريتر ذان اوف صوديوم ريزولتنج ان طبعا هاي الحالات نشوفها بالكونجستيف هارت failure او الكونجستيف هارت failure مثلا الدم مثلا ما يقدر يصير يصير عنده سولت اند عن water retention بغض النظر عن الحالات من يصير عنده سولت اند عن water retention الصوديوم راح يزيد والماء راح يزيد بس الماء راح يزيد أكثر من الصوديوم وبالتالي خلينا نقول مثل يخففه والليفر سيروسيس كذلك حالات مثلا اللي هو الليفر uh, سيروسس اللي هو اللي صار دامج بالليفر هو اكو uh, انديكيشن يعني له والرينال ديزيز مثلا عليها الرينال فيلير الرينال فيلير ال يعني ال الكتني بعد ما تقدر تفلتر and it's quite easy to diagnose hypovolemia is a state هاي يقول لك انا اعرفك hypovolemia is a, uh, is a state of decreased blood volume and is associated with external lose and renal lose يعني يقول لك الهايبوفوليميا لان هسه راح يجي يحكي لك جوا على الهايبوفوليميك هايبوناتريميا بالهايبوفوليميك هايبوناتريميا there is a, a, a deficit in the total body sodium and water with sodium was being uh, significantly lower زين هنا انا شو راح يصير؟ راح يفقد مي وراح يفقد صوديوم بس اللي راح يفقد الصوديوم اظن يكون اكثر هذا مو شيء يصير عنده يصير عنده هايبوناتريميا فيقول لك ممكن يكون اكسترا رينال يعني خارج الـ 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 ال ال شو اسمه الكدني انه يعني المي يطلع من عندها او ممكن يكون رينال فيقول لك اكسترا مثل شنو مثل شو اسمه لوز اكر ثرو سكن لوز مثلا اذا نقول السويتنج يعني البرنز الحريق انه تعرف انه من يصير اكو حروق يعني انه المي راح يطلع والصوديوم مثلا ويا راح يطلع من هاي الحروق وبالتالي راح يقلل لك المي والصوديوم ولكن الصوديوم راح يقل اكثر والبيرسبيريشن اظن هم التعرق يعني كل زايد رينال لوسز ار اسوشيتد وذ دايريتكس هاي نحكي عن الرينا اذا فقد مي وصوديوم من الرينا ممكن عن طريق استخدام الدايوريتكس اللي هي مدرات البول اللي يسوي بوث يعني ووتر والسولت سولت ويستينج الاديسون ديزيز الاديسون ديزيز اللي هو الالدستيرون يكون قليل وانت تعرف بالالدستيرون يعني الحاصل الاديسون ديزيز اذا راح يجي اشرح لك اتز ا رير اندوكراين ديسوردر ذات كوز adrenal insufficiency يعني لأن الشسمة الأديسون الألدستيرون من يقل ماكو شسمة إعادة امتصاص الصوديوم وبالتالي الصوديوم راح يروح. This result in hyponatremia and hyperkalemia طبعا لأن الألدستيرون هو مسؤول ليش نقول الألدستيرون؟ الألدستيرون يعني كلها الأدرينال اللي أدرينال جلاند اللي هي تفرز الألدستيرون راح يصير بها insufficiency فبالتالي هاي الألدستيرون راح يسوي excretion للبوتاسيوم وبالتالي البوتاسيوم راح, ال ال راح يبقى بالجسم فراح يسوي عندك hyperkalemia hyperkalemia معناها البوتاسيوم زايد بالدم due to lose of production of الهرمون اللي هو الألدستيرون اليو فوليميك هايبونتريميا is caused by a low total body اظن هنا low اظن اظن المفروض هنا high total body او يعني relatively تكون شويه high but normal total body sodium يعني انه المي شويه يزيد خلينا نقول بس الصوديوم شنو يكون ثابت ذيك الحاله هايبو فوليميك هايبونتريميا اثنيناتهم نقلل والمي أك... الصوديوم قل اكثر من المي لا هنا شويه زادت بس النورمال شنو باقي زين It is often difficult to distinguish between euvolemic and hypovolemic هايبو hyponatremia اظن وهسه هم اتاكد لكم من عدها ان شاء الله ذا هاي اليوفوليميك هايبونتريميا از كوزد باي الهايبوثيرويدزم ممكن يسببها الهايبوثيرويدزم ووتر انتوكسيكيشن ولذلك شوف ووتر انتوكسيكيشن يعني تسمم بالماء يعني المي راح يزيد عندك اند سيندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن هاي السيندروم اللي هو الاي دي اتش تعرفها اللي هو الانتي دايروتيك هرمون راح يسوي شنو؟ راح يمتص المي فيزيد لي الووتر بالبادي وبالتالي هذا السندروم تلقاه انه اما طبعا هي من اما من البراين اما من الكدني الحاصل فراح يصير السكريشن كلش عالي للاي دي اتش وبالتالي راح يصير شنو الواتر يعني شنو هواي هواي يصير يعني يبقى الواتر بالجسم وهذا هم راح يؤدي الى هايبوناتريم يعني تتخفف الدم يتخفف والصوديوم يقل تركيزه. ديكريس ان ذا بلازما هاي انا يعني شنو هاي يعني مو قصه انه هذا الكلام مو مهم لا يعني انا مقسم مو انا قلت لكم المزم هي متشعبة ما انا لكم الهايبر فوليميك الهايبو فوليميك واليو فوليميك وهاي زين ان ذا بلازما صوديوم كونسنتريشن كرييت ان اوزموتيك جريدينت طبعا راح تتخربط الاوزموس هنا بين انترا سيلولر والاكسترا سيلولر فلويد ان ذا برين سيل لان احنا نخاف عليه من البرين خصوصا اذا مثلا قل مثلا او زاد كذا اذا البرين صار بي سوالينج اذا البرين صار بي شرينكج هذا ممكن يسوي برين دامج يعني لهذا نخاف من عده causing a movement of water into the cell, increasing intracellular volume, resulting in, in, neurological symptom. Chronic symptomless hyponatremia is treated with the fluid restriction to no more. يعني إذا ما مأذية أو ما مسبب عفوا symptom يقول لك فقط قلل الماء. على مود الصوديوم يعني يبقى شو اسمه؟ إنه تو نو مور يعني لا تشرب أكثر من واحد لتر من الفلويد بالدي على مود الصوديوم يبقى يعني بدمك. If this uh, fails نستخدم ال... من هنا الديميكلوسايكلين Uh, للدرج ذات انهبد ال ADH action in the kidney administered for treatment of asymptomatic hyponatremia، هاي يقول لك إذا عنده هاي السندروم اللي هو مال ال ADH secretion، يعني أظن هذا يسوي بلوكنج للريسبتر مالته، اللي هو بيب receptor بالكدني على مود يسوي هذا الوتري أبزوربشن، يعني معلومات، نعم. تم Then الـ symptom of hyponatremia begin to uh, show at sodium concentration between 125 and 130، لا يعني لازم يقل لأن يعني تعرف which include nausea and malaise. اظن بسبب الضغط هنا يعني اذا اقل الضغط اظن اظن الصوديوم ليفل دروبس بلو 120 ملي مول سيفير هايبوناتريميا شو هيديك ليثرجي ريستلسنس وديس اورينتيشن يعني ممكن يسبب لك صداع مثلا او اظن يعني فد الام كذا ريستلسنس يعني ديس اورينتيشن تكون يعني ما عندك اورينتيشن فهيك شيء للامانه يعني الترجمه ما تحضرني قلت لكم شوي ملزمه فقاعد احاول أبدأ هنا نقطه مهمه انه اذا لا ف آآ آآ فول رابدلي يعني هسه الجراجولي حلو شوي شوي يقل خلايا البرين ممكن نسوي كومبنسيشن عادي بس اذا لا قبل نزل فيقول لك اف ذا صوديوم ليفل فول رابدلي الغانم من راح يقل الليفل Level of Sodium المي راح يكون مخفف وخلايا البراين تكون مركزة فالماي لا ممكن شنو ممكن يدخل للبراين فيسوي مثلا Swelling او كذا فيقول لك Seizure, coma, brain damage and respiratory arrest can occur if it drops more gradually لا, the brain can self regulate to prevent swelling by active transport يطلع ممكن يطلع صوديوم, كلورايد, بوتاسيوم and at least او last resort other organic solute from intracellular to the extracellular uh, compartment. As a result, a gradual change in the sodium tend to be asymptomatic, resulting in water loss due to the active transport of solute, helping to prevent the brain swelling. Owing to the many causes of hyponatremia, the source of hyponatremia must be established. طبعا يقول لك لازم تعرف السورس. مختصر هذا الكلام. الصوديوم من يقل يعني بسرعه ولهذا يقول لك من تنطي اي في فلويد من تنطي محالي انطيها جراديوال هاي مهمه خصوصا مثلا بالطوارئ بالكذا انت مو تريد انه المريض مالتك بسرعه ما الشعب لكم لان هو الامر اصلا في الشعب فيقول لك اذا لا اذا رابد لي لا ممكن يخوف يعني ممكن مو مثلا الدم يصير مخفف البرين يعني يتفاجئ بهذا الشيء والمي ممكن قبل يدخل بالبرين سوى البرين دامج فالجراجوال يكون يعني اسمتماتيك يعني يكون بدون اعراض هذا طبعا يوضح Hypotonic Hyponatremia اللي حكيناها ويوضح الاسباب مالتها نفس تقريبا الشرح فقط انه يقول لك هنا قد اليورين سوديوم يعني وهنا ممكن ضايف عليها كم شغله يعني مثلا بالفوميتنج بالدايري احنا قلنا بالبرنز والحريق والحراق عفوا وكذا وكذا فهنا اذا سيد مثلا تاخذ هذا الجدول وتقراه يعني تحفظه ف زين الهايبرنتريميا لا اذا الصوديوم زاد بالدم فيقول لك الهايبرنتريميا which is much, uh, much, often less common than hyponatremia is an could write disturbance of sodium that is defined as نفس الشيء شو الشي يكون تركيز الصوديوم اكثر من 145 it reflects the state of hypertonicity طبعا راح يزيد خلينا نقول تركيز الدم التونسيتي مال الدم يزيد a state of sodium gain or water loss Generally, a net water loss account for most causes of hypernatremia. يقول لك السبب يعني فقدان الماء. مو يفقد الماء يبقى الصوديوم فيصير عنده hypernatremia. لأن يعني, يعني مثل الترك التركيز مع الصوديوم زاد يعني الماء قل. يعني خلينا شو نقول concentration يعني. Commonly caused by administration of IV fluid or sodium loading to increase muscle cell. أبدا يقصد بالIV fluid لأن عدنا تعرفون normal saline تعرفون يعني عدنا هو فممكن يزيد ال الصوت مثلا او صوديوم لودنج تو انكريس مسل سايز يعني نعم ما اعرف شخص بي لا يستخدمون يعني على مود انكريس مسل سايز ف هايبرناتريميا از كومونلي ابزورد ان بيشنت هو سنسيشن اوف ثيرست از امبيرد هاي شوي نقطه فد مهمه انه احنا ايش قلنا من يصعد التونسيتي ومن يصعد الصوديوم الشيء يتحفز عندنا الاي دي اتش على مود يرجع المي يخفف هذا الصوديوم ويتحفز عندنا الثيرست اللي هو العطش على مود نشرب مي نخفف هذا الدم مالتنا من الصوديوم اكو بعض الحالات المرضيه ما عنده هذا امبيرد يكون هذا الفيرست سنسيشن يكون امبيرد اما بسبب الترد منتال ستيت يعني عنده مثلا حاله عقليه فلانيه او يعني خلينا نقول كيس او كونديشن يسموها اديبسيا اديبسيا او اديبسيا اللي هو اظن عنده العطش يعني ما يعني ما, آه ما يشعر بالعطش. فيقول لك سيفر سمتم ارجنلي اونلي سين ات ذا بلازما كونسنتريشن ابوف ال158 وهذا هم قلت لك بسبب البرين يعني خافون من البرين هذه فيقول لك السيفر يعني السمتم يعني ممكن نشوفها من يعبر ال158 ملي مول لكل لتر ان هيلثي بيشنت ووتر hemostasis maintained by two osmo. للامانه هذا نفس الشيء الثيرست والاي دي اتش اذا تحب تقراها وتراجع يعني تقدر تشوف هذا الاستايد العنصر الثاني، المغنيسيوم مغنيسيوم is the fourth most abundant cation in the body رابع أكثر واحد و the second most prevalent uh, pre in intracellular تعرفون نمبر واحد intracellular هو البوتاسيوم و وراء يجي المغنيسيوم مغنيسيوم is essential trace element that uh, primary found in bone حلو intracellular bound اذا مثلا يرتبط بكذا او انزيمات او هذا. The total distribution of magnesium in the body is reported بالتيبل، هذا التيبل يعني يقول لك انه اكثر شيء يكون بالبون تقريبا نصه او من 60 الى 65% يكون المغنيسيوم بالبون او يكون intracellular اللي هو اكثر شيء اما فري او بوند يعني واقل شيء هو extracellular يعني يكون. بس انه تنتبه انه بعد الفري مال يسمون أيونك كونسنتريشن يعني يكون فري بشكل أيون بالانترا سلو والاكسترا تقريبا مشابهات مش يعني 3 هذا تلاتة هذا 1 بالمية شيء زين هذا شوية راح يحكي عن وظائف، المضاعف. فهذه الوظائف اخذهم، يعني انا مسوي لك هذا اللون فاخذهم، فيقول لك المغنيسيوم مو خذهم عفوا الباقي لا ولكن ركز عليهم. مغنيسيوم is essential for over من بالعملية تقريباً is over for 300 uh, phosphate transfer reaction inherited to injury transfer as uh, it's supply a vital role in the production of adenosine triphosphate اللي هي تي ATP مع الطاقة، يعني يلعب دور مهم بهاي خلينا نقول الريأكشن، and it is involved in protein and the nucleic acid synthesis، تمام، unlike serum calcium and phosphate level, parathyroid uh, الـ parathyroid hormone والفيتامين دي do not regulate magnesium metabolism. زين، احنا نع اللي نعرفه انه الكالسيوم والفوسفيت راح يتم، أسا نجيهن وحده وحده، تنظيمهن عن طريق الهرمون من الباراثيرويد parathyroid gland، موجود يعني فوق عندنا، هاي، يعني مو فوق هنا، صار ورا الـ الحاصل. آه من الباراثايرويد هرمون والفيتامين دي راح يسوون ريجوليشن بالكالسيوم والفوسفيت يقول لك المغنيسيوم لا ما يتدخل بيها زين النورمال سيرام ليفل اوف مغنيسيوم هذا بالسيرام هو 0.8 الى 1.2 ملي مول طبعا شنو الفرق بين السيرم والبلازما اظن هو بال يعني شو اسمه الكوجليشن فاكتور يعني وبالبلازما ليفل تكون من 0.7 الى 0.96

عن طريق الباسف ابزوربشن و5% اكسكريتد يعني واذا اكسكريتد الامانه قلت لك يعني انا ما اقدر اعطيك كلمه حتى لا يقول لك owing to this abundance in our diet there is no indication that magnesium homeostasis is under specific tight hormonal uh, control يعني ما بي هرمونات تنظمه لأن يعني هو شوية الدايت مالتنا بيه هو مغنيسيوم يعني مثل الصوديوم شفت الاي دي ممكن الالدستيرون هسه البوتاسيوم ناخذ الكالسيوم هرمون الفوسفيت هرمون الى اخره بس يقول لك المغنيسيوم يعني ديسبايت اتس يعني بغض النظر عن انه هو مهم لمني فيسيولوجيكال بروسيسز ان ذا بودي زين أول حالة من الديستربنس بالماغنسيوم اللي هو الهايبو مغنيسيمي إذا قل المغنيسيوم بالدم هايبو إذا يعني الكترولايت ديستربنس إيش وقت يقل جوا خلينا نقول بالبلازما يعني آخذ تراكيز البلازما اللي هو كان من 0.7 إلى 0.96 إلى من 0.7 إلى 0.96 فجوا ال 0.7 يكون هو حصل عندي الهايبو مغنيسيمي is often found in a clinical manifestation occurring 65 of patients in critical care and 12 of the general hospitalized patient يعني and by various medication that affect renal activity اللي هي ممكن أدوية يعني renal activity مثال على مثلا الدايروتيك يعني ممكن همين أظن there are however a few genetic disorder هاي أكو سندرومات اللي هي الثلاثة الفانكوني سندروم والبارتر سندروم والجيتل أو الجيتل مان سندروم that result in hypomagnesemia يعني هاي أكو دي أظن دي يصير مشكلة الفانكوني خصوصا أكو مشكلة بالبروكسيمال كونفليوتد تيوبيول وهسه هم راح يجي يشرحها انه ما يصير ابزوربشن يعني المغنيسيوم يصير بي فلتريشن بس ما يصير بي ابزوربشن للبدي لا يصير بي اكسكريشن باليورين ومو بس هذا يتاثر على المغنيسيوم حتى اظن على الصوديوم والفوسفيت هم البارتر اظن متشابه البارتر سندروم بس بغير مكان بالثيك اسندنج باللوبوفيلي والجيتلمان سيندروم زين

سوي مثلا بالرينال تيوبيول سوي استوتس يعني يزيد مثلا تركيز الايون الهيدروجين زين ويكنس ايضا يعني مرتبط بالعضلات يعني كونفيوجن يعني اذا يروح مثلا بالمنتل اذا خلينا نقول البرين يحتاج هذا المغنيسيوم فممكن هاي مغنيسيوم از اسوشيتد وذ مغنيسيوم ديبليشن ديو تو ديكريس انتيك اور ريديستربيوشن يقول لك هنا راح تبدي اما انه ديبليشن يعني من الجسم ما عنده مغنيسيوم اللي هو لان مدى ياكل في الطعام بديكريس انتيك مال هذا او ريديستربيوشن يعني تعرفون هو من البون كذا فممكن يصير بيه ويخربط لان يعني احنا يحكي عن تركيزه بالدم وانتم تعرفون وش تركيزه بالدم تقريبا 1% من المغنيسيوم كله but is usually associated with alcoholism and with gastrointestinal absorption or irregular kidney function a summary of cause of hypomagnesemia hypomagnesemia may also cause hypocalcemia due to impaired synthesis of the parathyroid hormone فيقول لك انه ممكن بالالكوهوليزم يعني اظن اللي تعطون يعني كثرة من الكحول أو بالجاسترو انتستنال ابزوربشن إذا طبعا إذا ابزوربشن مالته قليل أو يعني ديسوردر مثلا طبعا ما راح يصير بيه ابزوربشن أو الرجل كدني فانكشن اللي هي مثل الفانكونيا أو البارتر سندروم أو الجيتلمان سندروم زين بس انتبه لهاي الشغلة مغنيسيوم من يقل البوتاسيوم والكالسيوم ذني على أقل وياه فما تقدر تعدل لا البوتاسيوم ولا الكالسيوم إذا ما عدلت المغنيسيوم ليش نحن أنا أقول لك بالكالسيوم لأن يعني هو أمبيرد بالسنتيزز مال باراثوريد الباراثوريد هرمون هو مهم مثلا أظن الفيتامين دي مهم للأبزوربشن مال الكالسيوم اللي هو أظن حسب ذاكرتي سو أكتيفيشن للفيتامين دي وفيتامين دي بالتالي يزيد الأبزوربشن مال الكالسيوم زين زين إحنا إيش قلنا؟ قلنا إما ممكن أكو بالجاسترو انتستنال أبزوربشن أو أكو بالرينال لوز وحكينا على شوية على ذن السندرومات فهسه راح نجي ناخذها من اما أكو امبيرت جاسترو انتستين، نحن نتحدث عن حيبو، يعني يقل is one of the most common cause of hypomagnesemia short bowel syndrome is a malabsorption disease caused by extensive resection of the small intestine يقول لك آه اللي يصير بي انه آه ماكو absorption احد الامثلة عليه short bowel syndrome هاي short bowel, short bowel syndrome انه يصير اكو قطع صار قطع resection او استئصال لكثير من الامعاء وبالتالي الابزوربشن ما تقل دايريا دايريا طبعا راح يطلع بيا بوتاسيوم وكالسيوم وهذا يخافون عليه وينطور هايدريشن يعني مثلا مال ابزوربشن طبعا اذا عنده مال ابزوربشن يعني الامتصاص مال تقل يكون ان ريرلي انديكويت انتيك كان ريزولت ان ريدوس اماونت اوف ذا جي اي ابتيك ليش قال لي لان قلت لك الطعام يكون المغنيسيوم بي عالي. الرينال لوز طبعا باي ذا كدني اكونت فور ذا موست اكثر موست كومن كوز اوف المغنيسيوم يعني ديفشنسي هي عن طريق الرينال يعني يصير فقدان بالرينال. يقول لك reduce sodium reabsorption result in hypomagnesemia because the proximal uh, tubular reabsorption of magnesium is proportional to sodium reabsorption يعني إذا قل الصوديوم <laughs> reabsorption يعني الماغنيسيوم ويا لأن هو شو خلينا نقول مسا يعني وياهم renal tubular defects such as renal tubular acidosis or Fanconi, uh, Fanconi syndrome result in reduced uh, reabsorption of magnesium. Renal tubular acidosis is a metabolic acidosis that is caused by impaired acid excretion by the kidney. يقول لك الاسيد بدأ يطلع من الكدني اللي هو الهيدروجين أيون يسبب أسيدوسيس فهاي ممكن يسبب آآ آآ يقلل ريابزوربشن مال المغنيسيوم وبالتالي يصير عندي هايبو ماغنيسيوم الفانكوني سندروم هم يشرح لك أنا شرحت لك تقريبا it's is a disease that is characterized by general disorder of proximal قلت لك يصير convoluted tubule or renal tubule function resulting in impaired absorption of sodium, phosphate, magnesium هذين الثلاثة يعني حتى لو مثلا يجيك ليش صوديوم ليش فوسفيت ليش مغنيسيوم تقدر تحط فانكوني syndrome. The cause of فانكوني syndrome is multi, uh, uh, multi-factored occurring by both genetic and toxic factors. يعني نقول لك شنو يسبب. زين. الـ total body magnesium depletion may exist in the presence of normal total plasma magnesium. زين. انه حتى لو انا عندي الـ الـ تركيز المغنيسيوم بدنا ممكن أنا أصلاً عندي المغنيسيوم كله رايح من جسمي يعني قلت لك نسبة قليلة من المغنيسيوم تكون الدم فيقول لك هاي ماغنيسيميا كان أوسو هاي تعرفها هاي بو هاي كالسيوم اذا قلت لك ذاقن المغنيسيوم الكالسيوم والبوتاسيوم يروحن if the underlying hypomagnesemia is not corrected the associated تقريباً حاشي classical uh, bartter syndrome gitelman syndrome the familial ار are all inherited disorder of ريال magnesium wasting يعني هاي أم بافلك في فاميلي الهايبومغنيسيميا التريتمنت اوف هايبومغنيسيميا اذا اقل هايبوم يعني اذا اقل يقول لك انطيه ادمنستريشن انطيه السولت مال المغنيسيوم يعني انطيه في supplement مغنيسيوم سلفيت مغنيسيوم كلورايد زين تمام اكيوت آه، مغنيسيوم ديفيشنسي او انطيه intravenous مغنيسيوم يعني عادي حتى لو انطيه انترافينوس عفوا او اي في وزاد المغنيسيوم بالدم يعني عادي او نعطيه السولت يعني اورال مثلا ونحلها أو زين بالنسبه للهايبر مغنيسيميا لا اذا زاد طبعا هايبر مغنيسيميا بس بهذا السلايد يعني مختصر مختصر يعني هيك حاولت اسوي بسلايد واحد حتى انا اضوج منها فالهايبر مغنيسيميا اذا زاد ايش قد يزيد عن واحد هي صح كانت البلازما 0.96 فانا سويت واحد انا مضوج من عنده

اللي هي الكاثوليتك اللي هي يعني تعرفوها الانتاسيد اللي هو وايد درسناها الانيمال الانيمال ينطوها ركتر يعني فشي هم يجوز تحتوي اظن هم للديفيكيشن او للكليننج يعني هو الحاصل ينطوها ركتر يعني هم يجوز بها مغنيسيوم يقول لك الهايبر مغنيسيميا كان كوز دروسنس hyporeflexia, coma respiratory paralysis hypotension conduction defect هاي شوية or sinoatrial or atrioventricular nodal block and asystole يعني سبب اسم خلينا نقول خلب لخبطة بالقلب لان تعرف مقيسهم يعني لما يكون المفروض انترا سيلولر وما يكون برا لان انت قاعد تخربط هذا البوتنشال مال الممبرين فيعني الاكسس مغنيسيوم سبريس ذا ريليس اوف اسيتال كولين اند بلوك ذا ترانسميشن اد ذا نيورو هاي حاول يعني تحفظها يعني لا اقول لك مثل مثل السيمتوم اوف هايبر مغنيسيميا يعني فبالي تريتمنت احنا ايش قلنا قلنا يسبب خلطة ممكن بال بال شو اسمه بالكوندكشن مال هارت فاول شيء شلون اصلا اوخر يعني هذا الدم بمغنيسيوم عالي طبعا دياليسيس اللي هو غسيل كلى او غسيل دم يعني انه يحطوه شو اسمه بماكينه انه تغسل هذا الدم مالته زين اذا اخاف على قلبه انطي انجكشن او انطي كالسيوم اذا اكو انجكشن من عنده انطي كالسيوم كلورايد اتس اوفتن جيفن تو رابيدلي تريت ذا كاردييك كوندكشن ديفكت يعني قلت لك احنا نخاف على هذا الامر يعني قلب مالته يكون مهم البوتاسيوم اللي هو العنصر الثالث البوتاسيوم از ذا موست ابندنت intracellular كاتيون انت تعرف هذا هو اكثر شيء بالانتراسيلر يعني رقم واحد وراء يكون المغنيسيوم with only 2% found in the extracellular fluid فقط نسبة قليلة بوتاسيوم play a vital role in maintaining osmotic pressure. على osmotic pressure تعرف أنه أكثر شيء داخل الخلية

طبعا عندنا شغلتين تاثر على البوتاسيوم خارج الخليه فادويه يسموها البيتا هاي مو بي هاي بيتا ادنرجيك والانسولين ريسبتر طبعا اكو خطا انه مكتوب بي هو بيتا والانسولين باختصار بيتا ادنرجيك والانسولين يسوي شيفتنج هو مو خارج الخليه يسوي داخل الخليه البيتا ادنرجيك ما يعرفون الميكانيزم والانسولين هسه نحكي عن الميكانيزم مالته يقول لك ان هيلثي انديفيدوال سيرم بوتاسيوم ليفل ار بتوين هاي النسبه مالته من 3 السيرم يعني لو بلازما كونسنتريشن او السيرم هنا كونسنتريشن من 3.5 الى 5 وكلش يعني لازم تحافظ على هاي النسبه اذا زاد قبل الالدستيرون يطلع يسوي اكسكريشن انت تعرف الفانكشن مال الالدستيرون ملي مول طبعا بوتاسيوم از ان ريجوليتد الانتيك مالته فممكن يعني Uh, with average adult consuming between من 40 ل 100 ملي مول أظن بالدي excretion increase with in thick طبيعي إذا أخذنا يعني صار بي excretion so homeostasis potassium is usually easily maintained يعني هم الهوميوستاسيس مات الانسولين انه يسوي shifting شلون يسوي shifting عن طريق stimulating البوتاسيوم أو الصوديوم بوتاسيوم ان أنا هي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي ATPase activity تذكرون هاي الشانل الموجودة أو البامب اللي شو تسوي البوتاسيوم الطببة والصوديوم الطلعة فهذا يسوي بوتاسيوم شيفتنج حتى يستخدمون يمكن كعلاج يعني يعطي انسولين اي في الحاصل ارايز ان ذا بوتاسيوم ستيموليت الدوستيرون حكينا عليها سكري... هاي الدو بالاو لان هي صار اكو اخطاء يعني بالنقل سكريشن اندوسنج سكريشن 90% رينال يعني يخرج بالكدني و10% عن طريق الستول Hyperkalemia and hypokalemia can result from impairment in renal activity اور ان بيرتروبيشن ان ذا ترانسيلر او يعني يقصد خربطه تصير امام الترانسيلر هوميوستاسس فما رينال اكتيفيتي او بالترانسيلر يعني مثلا يخرج او يدخل اذا مثلا العضله تعرفون بها بوتاسيوم مثلا كذا يعني اذا صار بها يسموها ربد مايوليسيس هسه نجي واحده واحده زين الهايبوكاليميا اذا قل يقول لك الهايبوكيميا نفس الشيء disorder of potassium deficiency that is defined as the serum potassium concentration يكون جوا ال 3.6 احنا النورمال من 3.5 الى 5 فهو جوا ال 3.6 اللي هو يكون يسموه هايبوكيميا هايبوكيميا reflect the dis uh, disruption in the normal homeostasis except in the case of the factitious او السيدو هايبوكيميا هذن الحالات السيدو انتبه عليهن يعني خصوصا سوى اخطاء مثلا بالمختبر اخذ عينه انه يريد يعرف انه هذا عندها هيبوكليميا لا هي سيدو هيبوكليميا خلينا نقول كاذبه او الفاكتيش يعني معناها مثل الصنعي او الصناعي يعني مو حقيقيه زين ليش يصير عندي هاي السيدو؟ The of hypokalemia and factitious hypokalemia potassium level are falsely low due to an elevated white blood cell count when the blood sample is taken to be tested the abnormal leukocyte may uptake some of the potassium resulting in falsely low potassium level بس حتى حل... هذا انها راح يصير عندي حالتين اذا كان خلايا الدم او البليتليت عاليه مثلا امراض الاورام عنده لوكيميا عنده مثلا اظن مايلوما الحاصل فهذا او الثرومبوسايتوسيس يعني اظن هو لوكيميا والثرومبوسايتوسيس يزيد عند البليتليت هذا اللي ممكن شو يسوون ممكن اما ياخذ البوتاسيوم ويسوي عند السيدو هايبوكاليميا او أظن ممكن شو يسوون ممكن يسوي اكسكريشن للبوتاسيوم لان يعني تعرف هو جو الخلايا يكون اكثر شيء فيصير عند السيدو هايبركاليميا فهاي حتى تعرفون تركز عليها. For the most part hypokalemia is asymptomatic يعني تكون asymptomatic and only identified by low, uh, serum potassium بس اللي تعرفون البوتاسيوم هو مهم المهم مهم للعضلات ومن ضمنها عضله القلب فمن ينزل جوه لا نخاف عليه يعني خصوصا اذا يقول لك with cardiac arrhythmia يعني سو ارثميا او خربطه او عدم انتظام ضربات القلب in patient with ischemia and scarred cardiac بس لا بالسيفير هايبوكاليميا اللي هي جوه 2.5 ملي مول كان result in rhabdomyolysis اللي هو تحلل بالعضلات السكلت المصل respiratory arrest and paralysis ليش هذني respiratory arrest والparalysis لان هذني عضلات والعضلات لازم تحتاج هذا البوتاسيوم على مود يسوي depolarization the most common cause of hypokalemia are either abnormal loss or inadequate dietary intake abnormal losses can occur from تعرفون بحالات الدياريا بحالات الفوميتينج وتستخدم لاكزيتيف هواي ميتابوليك اسيدوسيز هذا شو يسوون؟ راح يروح طبعا البوتاسيوم ولذلك ينطوا هذا الالكترولايت اللي هو الاورال ريهايدريشن سوليوشن الحاصل ميتابوليك اسيدوسيز كوز باي بارتر سندروم الدايريتكس والمغنيسيوم ديبليشن هاي تعرفهم المغنيسيوم قلت لك كالسيوم والمغنيسيوم الكالسيوم والبوتاسيوم يعتمد على المغنيسيوم الدايركتكس طبعا اللي هي المدرات او حتى بالبارتر سندروم لان يعني بارتر سندروم راح يصير اكو قلنا ري ابزوربشن خلل في وفي التالي راح يطلع البوتاسيوم راح يجي يحكي لك على البارتر سندروم بارتر سندروم از ان اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر هاي مصطلح الاوتوسومال ريسيسيف حسب ما بحثت عليه يعني ينتقل بالجين اللي هو الاوتوسومال جين عدل sex جين هاي وحدها زين بالأساس رساسي معناه من الأبوين ممكن disorder that characterized by diverse abnormality of electrolyte homeostasis including hypokalemia, metabolic alkalosis اللي راح يصير بالبارتر حسب يعني أكثر مصادر يقولون hypo-alkalosis uh, مو أسدوزيس مثل الفوق فبارتر syndrome is caused by a defect in the thick ascending limb uh, in the lumb-loop uh, of henle affecting the reabsorption of potassium يعني باللوب اوف اللي اكو خلل فما يصير ريابزوربشن البوتاسيوم فيطلع وبالتالي يسبب عنده هايبوكاليميا اللوب والثايزايد دايرتيك كذلك هم احنا عندنا ثلاث انواع من الدايرتيك اللي هي اللوب والثايزايد واللي يسموه البوتاسيوم سبيرنج الحاصل هسه احنا ما نريد ندخلك فارما لكن اللوب والثايزايد تعرف انه هاي نوع من الدايرتيكس ممكن يسوى بالاكسكريشن مالته زين بوث كلاسز اوف ديرتك اولسو نكريز مغنيسيوم حتى ممكن مغنيسيوم والصوديوم اظن هم كذلك لان يعني هي ديرتك عباره عن مدرات ما نقول فيقول لك المغنيسيوم ديبليشن بروموت رينال هاي تعرف المغنيسيوم من يقل بوتاسيوم حيعصره يقل يعني زين وايد فرايتي اوف بيتا ادرينرجيك انا احكي عن ادويه يعني قلت لك بيتا ادرينرجيك الادرينرجيك يسوي شيفتنج مثل الثيوفيلين اللي يستخدموه بالبرونكو دايتر يعني جماعه ايضا الازمه الكافاين هم يسوي ستيموليتنج للهذا الباريوم سولت يحبسها للبوتاسيوم فما يخليها تخرج من السياق اوينج تو ذا ريسك زين انا عندي هايبوكاليميا شلون عن تريتمنت؟ ممكن انطي اورال عن طريق الكي سي ال يعني املاح الكي سي ال لان لازم يقول لك تسوي ريبوليشن أه ريبليشن اوف كلورايد على مود تعدل هذا الهايبوكاليميا تنطيه وياه كلورايد اللي هي الكلور يعني بس ما ننطي اي في لان اخاف من الهايبركيميا الهايبركيميا كلش تخوف يعني حتى ممكن اظن نسوي كارديك ارست يعني توقف القلب حتى عندنا انجكشن خاصه للهايبركيميا نعالج بيها فيقول لك intravenous treatment is rarely used to treat hypokalemia as long as the patient ما عنده cardiac arrhythmia ممكن oral replacement therapy نعطيه KCL تعرف ليش KCL وإذا كان عنده مشكلة بالمغنيسيوم لازم نعالج مشكلة المغنيسيوم hyperkalemia إذا زاد البوتاسيوم بالدم إش قد يزيد فوق الخمسة زين for less common يعني قليل common severe hyperkalemia occurs as serum potassium concentration greater than 6.5 يعني قلت لك من خاف إنه هاي تحطها عبارك نخاف من الكارديك يعني الكارديك ردمي اللي ممكن يصفر. Elevated potassium serum and plasma usually indicate a disorder of potassium. هاي نفس الكلام. The factitious or pseudo hyperkalemia. حجيت عليك can release potassium from the cell into the blood. The word factitious indicate artificially high or low level of electrolyte that is usually in vitro manifestation. يعني بالتحليل مو بالفيو. In vitro يعني بالتحليل شوف يعني بال بيجي سم طبيعي يعني كله بس بالتحليل يصير اما اخطاء او كذا او هو نفسه اذا عند اللوكيميا آه اذا كذا فاكتس او سيدو هايبر كريم ريزولت فروم ان ارتفيشالي هاي سيرم بوتاسيوم كونسنتريشن وين ذا بلازما ليفل ار نورمال ات از ا فينومينا that occur after phlebotomy ورا ما ناخذ عينة الدم and is attributed to the potassium release هناك potassium يعني ياخذها uptake now release from the cell after collection of blood sample فانت تخلي بالك يعني جماعة التحليلات وكذا والدكتور يخلي باله بس انت تخلي بالك خاف تجيك بالامتحان. fact is hyperkalemia is usually caused by release of potassium from white blood cell or the platelet which case of the uh, myelopodal proliferative disorders such as leukemia or thrombocytosis. It also a uh, result if the hemolysis occur. حتى إذا ممكن تحل بدنا مثلاً صار عندنا هيت مثلاً تسخن على عينه وصار بيها hemolysis. تعرف إنه السيل كلها بيها بوتاسيوم فيطلع وهذا أثر على التحليل فيسوي السيدو هايبركاليميا. زين الفاميليا سيدو هايبكليميا بس انه اختصر لك هذا عباره عن اظن جينيتيك هيرت ديزيز الار بي سي تكون بيها ليكي فمن راح يعني ليكي شنو يعني تطلع مثلا تطلع بوتاسيوم فمن تاخذ عينه من الدم انه هاي الار بي سي من يصير بها بالروم وتبقى فتره طويله وهو عنده اصلا هذا الديس اوردر فممكن تطلع بوتاسيوم وتسوي لك آه هايبركليميا فسموا فاميليا سيدو هايبو زين

واكو أه فشي يسموها التي أل سي او التيومر لايسيس سيندروم زين اول شيء ربدو اذا تحلل صار بالعضلات انجوري مثلا فيزيكال واحد او مثلا كذا انه العضله ما صار بيها انجوري تعرف العضله بها بوتاسيوم فممكن يطلع الهيموليسيس بالدم بوتاسيوم بوتاسيوم ممكن يطلع التيومر لايسيس سندروم التيومر لايسيس سندروم اذا انا عندي تيومر مثلا وطيته كيموثيرابي يعني علاج له وسويت له تحليل طبعا راح يطلع بي بوتاسيوم يطلع مغنيسيوم يطلع فوسفيت ممكن يطلع فانت هاي راح يسبب هايبر كاليميا هايبر كاليميا كان ريزولت ان التريشن ها تنتبه عليه بالكارديك اكسايتابيلتي ريزولتنج ان uh, الكترو uh, cardio, uh, كارديو الاي سي جي اللي هو الكترو كارديو جرام تعرف انه قلت لك هاي مهمه الهايبر كاليميا يخوفنا بيها القلب

تقلل يعني هو قلت لك هاي البوتاسيوم آه، شو اسمه صوديوم بوتاسيوم بم تدخل البوتاسيوم فاذا اكو اني ديستربنس بيها يعني ممكن زين التريتمنت تريتمنت شلون تعالج الهايبر طبعا بما انه زايد لازم هيمو دايليسيس او الدايليسيس اللي هو الغسيل مال بس انه شغله تنتبه عليها بما انه خاف عن القلب مالته راح نعطيه انجكشن هاي الانجكشن هاي طبعا انتبه على <appeal> انجكشن حتى بالطوارئ تسال عليها يعني اذا مثلا دكتور باطني اذا ما كان حاصل فهاي الانجكشن اللي هي الكالسيوم غلوكانيت هاي تحفظها مثل اسمك اذا ادمنسترد ايميديتلي while الكالسيوم has no effect ما له شغل بالمتاسيم الكالسيوم بس انه يحافظ يسوي ستايبيلايزيشن للكارديك ريذم يعني قلت لك نخاف عليه ابو الهايبر كاليميا من الخصوصه بسالفه الهارت زين اللي هنا الجزء الاول خلص ان شاء الله الجزء الثاني نكمل الفوسفورس ونكمل الكالسيوم